إلى ذلك رصدت كاميرا النهار أجواء متابعة الفلسطينيين لإعلان وثيقة المصالحة الفلسطينية، حيث رحب الشارع الفلسطيني بجهود الجزائر التي نجحت في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة وسط دعوات بضرورة مواصلة الرعاية الجزائرية لهذا الاتفاق ومتابعته حتى تنفيذ بنود الوثيقة. مراسلنا من هناك شعيب يوسف بعث بالتالي. بداية يعني بنقدم الشكر لشعب الجزائر اللي دائما واقفين مع الشعب الفلسطيني بالباع وبالدراع. بنقدم لهم التحية يعني وبنقول لهم يعني معاكم، بنتمنى يعني انه هذا الاجتماع يكون يعني يطلع من نتائج ايجابية للشعب الفلسطيني. بنتأمل جميع الفصائل انها يعني تطرح الخلافات جانبا وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني. انا معي فرقة لانه كلنا اولاد بلد وشعب واحد، ولجنة الانقسام لمصلحة الشعب ان نكون متوحدين مع بعض، ونشكر الشعب الجزائري. والله الكل فلسطيني في غزة بتمنى انه الانقسام هذا يخلص واللي صار يخلص كله، والدنيا ترجع زي اول والحياة ترجع زي اول، ومعينا حصار ومعينا بهدلة ومعينا شوشرة في هالبلد. هذا مشهد عظيم وان شاء الله يعني يبنوا عليه، والمشهد بيحتاج كمان لإرادة سياسية داخلية عندنا. احنا بنتوجه بالشكر للقياده الجزائريه وللشعب الجزائري اللي حتى الان ما زال هذا الشعب وهذه القياده صامده في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني. اعلنا الاستقلال والدوله المستقله سنه 88، وكانت البيت الدافئ الذي احتضن خروج الثوره الفلسطينيه من بيروت، ثم هي اليوم تعود لتكون البيت الحنون والدافئ والملم لكل الشتات الفلسطيني. شكرا للجزائر. شكرا للشعب الجزائري، واحنا اتمنى 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 ان يكون الطرفين صادقين ويعملوا لصالح الشعب الفلسطيني، ومش مش عايزين ان يكون للمصالح الفئويه. كل طرف من الاطراف يعمل لأجندة خاصة له أو أجندة خارجية.